السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من فضاء حر، نناقش فيها أزمة سقطرى بين الحكومة والإمارات وتأثيرها على المشهد اليمني خلال المرحلة المقبلة. تقول الأنباء إن جزءا كبيرا من القوات الإماراتية التي وصلت إلى سقطرى الأسبوع الماضي قد غادرتها، لكن يبدو أن الأزمة التي أثارتها وصول هذه القوات للجزيرة لم تنتهي بعد، وعلى ما يبدو سيكون لها تأثير على مجمل المشهد اليمني خلال الأيام المقبلة. فجرت أزمة سقطرى بين الحكومة الشرعية وبين الإمارات نقاشا عاما طويلا ليس حول مهمة هذه القوات أو دور الإمارات فقط، بل وأيضا حول جدوى استمرار عمليات التحالف في ضوء ما يبدو أنه تحول نهائي في مهمته في اليمن. وفيما يصر البعض على القول بأن وجود القوات الإماراتية في سقطرى لا يختلف عنه في الساحل الغربي أو مأرب، وأنها مهمة واحدة هي مواجهة ميليشيات الحوثي ومكافحة الإرهاب، تساءل الغالبية عن جدوى عسكرة الجزيرة في ظل غياب أي تهديد أمني يمكن أن تتعرض له الجزيرة التي تبعد مئات الكيلومترات عن أقرب نقطة يابسة إليها. ثم ماذا عن منع رئيس الحكومة من ممارسة مهامه في الجزيرة؟ هل له علاقة بمواجهة ميليشيات الحوثي ومكافحة الإرهاب أيضا؟ في النهاية خرجت القوات الإماراتية وحلت محلها قوات سعودية، فهل هذا يعني أن الأزمة قد حلت؟ ولماذا ذهبت القوات الإماراتية ثم لحقتها السعودية إلى الجزيرة البعيدة عن جغرافيا الحرب؟ وهل يمكن أن تكون هذه الأزمة مدخلا لإصلاح العلاقة بين الحكومة والتحالف العربي؟ أم أننا سنشهد مزيدا من التدهور؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا لهذه الليلة من فضاء حر مع الباحث الأكاديمي الدكتور أحمد الدبعي والمسؤول عن العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور عيدروس النقيب. رحب بضيفي الكريمين وأبدأ مع الدكتور أحمد الدبعي في السؤال المشترك. أزمة سقطرى دكتور أحمد، هل يمكن أن تكون مدخلا لإصلاح العلاقة بين الحكومة والتحالف العربي؟ بداية شهر مبارك للجميع، لكم للسادة المشاهدين. مرحبا بك، كل عام وانتم بخير. وكل عام وانتم بخير. بالنسبة لسقطرى، نعم سقطرى كانت قضية قد أعادت موضوع الخلاف الحكومي اليمني مع التحالف حول قضايا عديدة إلى الواجهة، وقد تفاعل معها الشعب اليمني بشكل جميل كما تابعت. هناك علاقة عجيبة إلى حد ما ممكن الوصف هذه العلاقة، خاصة توتر واضح ما بين الحكومة اليمنية والإمارات العربية المتحدة حول الأوضاع الداخلية في اليمن، أدى إلى تصادم في عدة مناطق، وما جزيرة سقطرى وما شهدته إلا تجليات أو أحد تجليات هذا التصادم وهذا الخلاف بين التحالف والحكومة اليمنية. نعم، طيب نفس التساؤل أيضا للدكتور عيدروس النقيب. مرحبا بك دكتور. هل أزمة سقطرى برأيك ستكون يعني مفتاح الحل ومراجعة العلاقة بين التحالف والحكومة في اليمن؟ شكرا جزيلا، تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين الأكارم، وشهر مبارك إن شاء الله على الجميع وعلى الشعب اليمني في الشمال والجنوب على السواء في الداخل وعلى كل اليمين أينما كانوا. الحقيقة أولا، يعني مفهوم أزمة سقطرى هو مفهوم مصطنع، ليست هناك أزمة. اليمن تقع تحت البند السابع، واليمن طلبت رسميا، الحكومة اليمنية طلبت رسميا من دول التحالف العربي الدخول معها في حرب مع الطرف الانقلابي بطرفيه العفاشي والحوثي، وكان لابد من وجود قوات التحالف العربي. أنا أتحدث دائما عن ثنائية الداعم والمدعوم. الداعم من حقه أن يحدد السياسات التي يريدها للوصول إلى الغاية التي جاء من أجلها بناء على طلب المدعوم. نعم. المدعوم لا يمكن أن يكون هو المتحكم في كل شيء فيما يتعلق
بسير العمليات، وهو في نفس الوقت لا يستطيع أن يحمي أعضاء حكومته أو مواطني بلاده. ليست هناك أزمة في سقطرى، وجود القوات التحالف العربي في سقطرى مثلها مثل وجودها في عدن وفي مأرب وفي المهرة وفي حضرموت وفي شبوة وفي كل مكان تتواجد فيه. ولكن دكتور عيدروس، ولكن جزيرة سقطرى تبعد ما يقارب 300 كيلو متر عن اليابسة، وبعيدة عن تواجد ميليشيات الحوثية التي ربما تهدد يعني أي احتلال لأي أراضي يمنية أكثر من 1000 كيلو. إذن ما جدوى وصول هذه القوات الإماراتية إلى جزيرة سقطرى وإثارة تلك المشاكل وتلك الأزمة رغم أنها جزيرة آمنة ولا يوجد فيها أي مشاكل؟ قد تكون آمنة بالنسبة لكثير من الذين لا يفهمون القضية المعقدة المركبة في اليمن، وأتصور أنك يمني وتعرف ماذا يعني وجود قضية جنوبية ووجود قوات ما تزال تسير بالولاء لعفاش والحوثي داخل الجنوب، في المنطقة الأولى في حضرموت وأجزاء من المهرة والمناطق المحاذية لها، ما تزال عشرات الألوية الموالية لعلي عبد الله صالح نقلت ولاءها إلى الحوثي، وهي اليوم من يمده بالأسلحة المهربة، ما تسمى بالأسلحة المهربة. أعلنت موقفها عدة مرات بأنها داعمة للشرعية. محور دكتور عيدروس، دكتور عيدروس، نقاشنا حول جزيرة سقطرى، نقاشنا حول جزيرة سقطرى، وأتمنى أن يكون الحديث حول جزيرة سقطرى. يعني إذا كان هناك ألوية في جزيرة سقطرى تتبع كما تقول القوات العفاشية والقوات الحوثية، ممكن توضحها لنا؟ نعم، بالنسبة لنا ما يزال المتواجدون على الأقل من وجهة نظري كمواطن جنوبي، ما يزال أبو العوجة الذي قتل عشرات الناشطين الجنوبيين بسلاحه الخاص وبقواته عندما كان في ردفان، ما يزال هو قائد في الحامية في سقطرى، وكثير من أمثاله ما يزالون هناك. لكن عودة إلى موضوع القوات الإماراتية، الإماراتيون موجودون هناك للإشراف على قوة جديدة نشأت، قوة جنوبية من أبناء سقطرى اسمها النخبة السقطرية. ما أثار غضب البعض الذين لهم تصفية حسابات مع الإمارات وهم معروفون هو تلك وجود نخبة سقطرية ستتولى الشأن الأمني في المرافق الرئيسية في سقطرى، وحولوها إلى أزمة. للأسف الشديد هناك من يريد حرف الرئيس هادي والسلطة الشرعية من المواجهة مع الحوثيين الإنقلابيين الذين خطفوا الدولة إلى مواجهة مع دولة صديقة شقيقة قدمت أبنائها ودماؤهم وأرواحهم وأموالها ودعمها اللوجستي والمادي للشرعية وتحويلها إلى عدو. الذين يتحدثون عن تفكيك التحالف هي لعبة صبيان، أن يعيدوا حساباتهم ويتأكدوا أن حتى لو خرجت الإمارات وحدها من التحالف العربي أن الحوثي سيبات في سقطرى. إذا لم يفهموا هذا الموضوع فهم بحاجة إلى دورات تدريبية في مجال إنعاش الفكر السياسي. طيب دكتور أحمد الدبعي، إذن دكتور عيدروس النقيب يقول أن القوات التي انتشرت في جزيرة سقطرى هي من النخبة السقطرية من أبناء جزيرة سقطرى، وتواجد أيضا الإمارات ودعمها للمجلس الانتقالي بأن هناك ألوية عسكرية لا زالت هناك وهي مساندة للحوثيين والقوات العفاشية كما يقول، ما رأيك؟ أختلف جذريا مع ما طرحه الدكتور. دعني أتحدث من النقطة التي بدأها بقوله الداعم والمدعوم. نعم. عندما نتحدث عن ثنائية الداعم والمدعوم بمعنى الداعم والتحالف والإمارات العربية في عدن والمدعوم الحكومة اليمنية، فهذه علاقة غريبة عجيبة جدا. على الدكتور ألا يغالط نفسه، الإمارات المتحدة في عدن تقيم ميليشيات خارج القانون، تقيم سجون خارج القانون، تعمل كل ما بوسعها لإضعاف الحكومة اليمنية، بحيث أن نصل لمرحلة أن نقول أن هذه الحكومة اليمنية فاشلة وعلى الإمارات أن تتصرف كما يحلو لها في اليمن والسعودية. هذا منطق مرفوض. المأزق الذي فيه الآن الإمارات والسعودية هو التالي، هو عدم توجه التحالف لدعم الحكومة اليمنية بشكل منطقي معقول يؤهلها للقيام بواجباتها أو تركها على قوتها الحالية لتقوم بمهامها. لكن ما يجري، رأينا الإمارات المتحدة كيف قامت بعرقلة عودة الرئيس هادي إلى عدن، كيف قامت بضرب الألوية الرئاسية في عدن، كيف قامت بتكوين الألوية العسكرية الخارجة على نطاق القانون والشرعية اليمنية في عدن وفي المحافظة الجنوبية، ثم الآن يتحدث عن
النخبة السقطرية والحزام في سقطرى وما إلى ذلك، وكأن الشيء المنطقي أن نقيم أحزمة ناسفة في المحافظة الجنوبية والشمالية ونتجه إلى المجهول. هذا منطق، أعتقد أنه منطق غير سليم. نعم يجب أن نتحدث بصراحة ونقول أن هناك خلافا جذريا بين التحالف والحكومة. التحالف يتعمد إضعاف الحكومة اليمنية وإيصال رسالة للشعب اليمني أن هذه الحكومة اليمنية فاشلة، لا تستطيع أن تقوم بأي مهام. الآن يتحدث الدكتور النقيب أنه في حال خروج الإمارات فسوف يعود سوف يسبح الحوثي إلى سقطرى. ما هذا المنطق؟ يعني بعد 4 سنوات من ضرب الحكومة، من ضرب الحوثيين وهذه الحرب الضاربة في اليمن، نخشى الآن إذا خرج أحد أعضاء التحالف أن يقوم الحوثي بالسيطرة على اليمن؟ إذا هذا تحالف فاشل من البداية، استراتيجيته فاشلة عسكريا ومدنيا ولوجستيا في اليمن. نعم دكتور عيدروس، إذا التحدث عن عودة والتهديد الذي تقوم بميليشيات الحوثي والسيطرة على المناطق اليمنية إذا رحلت الإمارات هو كلام غير منطقي وغير واقعي كما يقول الدكتور أحمد الدبعي. دكتور عيدروس، لمعنى الواقعية ومعنى المنطقية، يعني هو حر فيما يعتقد، لكن الحكومة التي لا تستطيع أن توفر شفاطة للقاذورات المنتشرة في شوارع عدن، لا أتصور أنها تستطيع أن تدير البلاد وتقوم بواجباتها، وثلاثة أرباع وزرائهم خارج البلاد. إذن الحل نسلم البلاد، نسلم البلاد للإمارات، هذا هو الحل من وجهة نظركم؟ لم يقل أحد أن نسلم البلاد للإمارات، لكن الإمارات شريك، الإمارات شريك في مواجهة المشروع الإنقلابي الحوثي وفي استتباب الأمن، والإمارات شاركت في هزيمة القاعدة في حضرموت، وهزيمة القاعدة في جبوة، وهزيمة القاعدة وطرد القاعدة من عدن وأبين، واستتباب الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. وهل الشريك الذي جاء لدعم الشرعية دكتور عيدروس، هل الشريك الذي جاء لدعم الشرعية بأن يكون له القرار الأول وينتهك السيادة الوطنية للجمهورية اليمنية ويتخذ القرارات بعيدا عن اليمن وعن الرئاسة اليمنية وعن الحكومة الشرعية؟ شوف صديقي، أولا وضع الحكومة الشرعية هو اللي هو وضع غريب، يعني للأسف الشديد الرئيس هادي تعرض للاختطاف من قبل مجموعة لها تصفية حسابات مع الإمارات ولا ترغب بسماع صوت الإمارات ولا بوجود الإمارات. هذه المسألة يجب أن نعلمها. للأسف الشديد المؤسسة الرئاسة حولت الرئيس هادي إلى خط المواجهة مع الإمارات الشقيقة التي قدمت المال والسلاح والأرواح والدماء في سبيل نجاح الحكومة هذه وفي حكومة الشرعية. موضوع أنه يعني تصحيح العلاقة مع الإمارات أو مع دول التحالف، إذا كانت هناك مشكلات محتاجة إلى تصحيح فيجب تصحيحها من الأساس. أما المنادى بإخراج الإمارات وإخراج السعودية فلا أدري ما هو مبرر قيام التحالف العربي وما هو مبرر عاصفة الحزم. إذا كان هناك طرف داخل السلطة يريد التصالح مع الحوثيين والعودة إلى صفقات داخلية بين الحوثيين وهذا الطرف داخل السلطة فهذا يخصه، لكن بالنسبة من أين لك هذه المعلومات ومن هو هذا الطرف الذي يريد التصالح مع ميليشيات الحوثي الانقلابية؟ في 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 شباب يتحدثون وهم نشطاء من نشطاء هذا الطرف يقولون أن الحوثيين أقرب لنا من الجنوبيين ومن الإمارات. وهل يمكن الاعتماد على منشورات على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي دكتور نقيب؟ لا ليست على صفحات التواصل الاجتماعي، على قناة بلقيس وعلى قناة الجزيرة وعلى قناة وعلى كثير من القنوات الفضائية. حتى ولو كانت على هذه القنوات، هل هي قنوات أو هل هؤلاء قادة في تلك الأحزاب أو في تلك المؤسسات التي تعلن؟ يعني نعم، أنا لم أسمع هذا الكلام إلا منك. نعم، على قادة قادة وممولون من القادة الموجودين في الرياض. ممكن تسمي لنا بعضهم؟ ما تصرح به الزميل العزيز الأخ توكل كرمان، وما يقول به الأخ خالد الأنسي، وما يقول به المستشار في مؤسسة الرئاسة الحكومية، المستشار الإعلامي حاجة اسمه الرحبي. الرحبي نعم. ماذا قالوا؟ أيوة. ما الذي قاله؟ هؤلاء يقولوا بالمفتوح انه الحوثيين اقرب لنا من التحالف العربي ويلعنوا السعوديه ويشتمون السعوديه ويشيدون بالحوثي.
يعني هذا النوع من السياسات المراوغة. طيب دكتور، دكتور عيدروس، من ناحية يريدون التحالف العربي يدعمهم، نعم، ومن ناحية يلعنونا أو يطالبون بطرده. هذا عبث. طيب صبية، نحن نتابع بشكل جيد دكتور عيدروس، نحن نتابع ونقرأ كل ما يكتب هؤلاء الأشخاص الذين ذكرتهم، ولم نجد منشورا واحدا أو حتى تصريح واحد بالتحالف مع الحوثيين والميليشيا الإنقلابية، لكن ما أدري من أين يعني أتيت بهذه المعلومات وحولتها بما يتكيف مع ما تريد. يعني اسمح لي أعود للدكتور أحمد الدبعي. دكتور أحمد، إذن كما يقول الدكتور عيدروس، هناك فصيل يسعى للتحالف مع ميليشيات الحوثي الإنقلابية، وهناك أيضا من سلبوا الرئيس عبد الرب منصور هذه القرار لأن الإمارات لا تروق لهم، والإمارات هي شريك ومن حقها أن تقوم بكل ما تعمل في اليمن. ما رأيك؟ أولا أنا أعارض كلمة خطف الرئيس، هذا إهانة للرئيس شخصيا. رئيس الجمهورية ليس الطفل ليتعرض للاختطاف. الرئيس هادي رئيس جنرال كان قائدا للجيش في فترة من الفترات، وهو نائب رئيس جمهورية لفترة طويلة، والآن رئيس الجمهورية. أن نتحدث عن الرئيس هادي بهذه الطريقة بأنه اختطف، دعنا نتحدث بوضوح. هو يتهم، يبدو لي، التجمع اليمني للإصلاح وأنصار الإصلاح بأنهم الآن ينادون للتقرب من الحوثي وما إلى ذلك. التجمع اليمني للإصلاح، أنا لست هنا مدافعا عن التجمع اليمني للإصلاح، ولكن أنا مراقب للشأن اليمني السياسي منذ فترة. التجمع اليمني للإصلاح لا يعتبر الحوثي حليفا له، ولا يريد، بل يعتبر هو أول حزب يمني تحدث صراحة بشكل واضح بالتوافق مع التحالف العربي وبارك تلك الخطوة. هناك هو ذكر بعض الشخصيات دكتور أحمد، ذكر بعض الشخصيات كالأستاذ خالد الأنسي والأستاذ توكل كرمان وأيضا مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي. هؤلاء الأشخاص بإمكانهم الحديث عن أنفسهم بما قاله، دفاعا عن ما قاله الأخ النقيب، لكن أنا أتابع أيضا منشوراتهم. لم يقولوا، أنا على تواصل مثلا مع توكل كرمان ومع لم تقل يوما ما أنها تريد التحالف مع الحوثي. هي تنتقد هنا وهناك أداء التحالف، ولها الحق كمواطنة يمنية أن تنتقد، لكنها ليست مسؤولة قيادية سياسية، وليست هي ناشطة سياسية. يجب أن نفرق بين كلام الناشطين وبين المسؤولين وقادة الأحزاب. إلا إذا أرد، دعني أعيد نفس، لا أريد أن أكرر الجملة التي قالها، أنه يريد فعلا دورة سياسية ليعرف الدكتور النقيب التفرقة ما بين قيادات الأحزاب وبين الناشطي الأحزاب عندما يتحدثون. ثم دعني أنطلق الآن للقول أننا نحن نحاول إصلاح العلاقة بين التحالف اليمني والحكومة اليمنية. نعم، السعودية شريك، الإمارات العربية الشقيقة أيضا شريك، نحن في بوتقة واحدة، لدينا مشكلة واحدة، الحوثي والمد الإيراني يهدد الجميع. دعنا نكون واضحين، الحوثي لا يتهدد اليمن فقط أو لا يريد جبال اليمن، هو يريد مكة ويريد المدينة وأبعد من ذلك. إذا نحن أمام عدو مشترك، دعنا الآن نعمل بشكل منطقي وبشكل سليم، بحيث أننا نصل لمرحلة لإعادة الأمور إلى نصابها في اليمن. وأول خطوات، الخطوات الصحيحة لإعادة الأمور لنصابها في اليمن هو تقوية مؤسسات الحكومة اليمنية لتقوم بمهامها. لكن أنا ألاحظه منذ بداية التحالف أنه يتعمد إضعاف الحكومة اليمنية. السعودية الآن تتواجد في أطراف هناك، والإمارات تتواجد في أطراف أخرى، والقوات الحكومية موجودة في مناطق شمال الشمال، لا تستطيع أن تسيطر على البلد بشكل واضح، وأيضا لا تستطيع أن تدير الاقتصاد اليمني. وهنا المشكلة الآن الحقيقية، أقصر الحلول، أقصر الطرق للحل في اليمن هو تقوية مؤسسات الشرعية في اليمن، لا أن بعد 3-4 سنوات نوهم المجتمع الدولي أن الحكومة اليمنية حتى غير قادرة على حماية جزيرة اسمها سقطرى. كل الدعم الذي تلقته الحكومة الشرعية واليمن من التحالف العربي أليس كافي بأن تكون الشرعية قوية وأن يكون لها القرار القوي والتحكم في الأراضي اليمنية؟ الشرعية يجب أن تتواجد في الجمهورية اليمنية، الرئيس هادي يجب أن يتواجد في الجمهورية اليمنية، يجب أن نتحدث بمنطق. طالما والشرعية اليمنية موجودة وممزقة هنا وهناك لن تستطيع أن تقوم بمهامها، طالما والقرار على الأرض فيه ثنائيات وثلاثيات متمددة لن نستطيع أن نعيد اليمن إلى وضعها الطبيعي. أقصر الطرق للحل في اليمن كما قلت هو إلزام الحكومة اليمنية من قبل التحالف بالعودة للبلد وتمكينها من ذلك، وتمكين الاقتصاد اليمني من الدوران مجددا، بحيث يستطيع الناس أن يستلم رواتبهم الشهرية بشكل مستمر، ويستطيع الاقتصاد اليمني أن يدور باستمرار.
هذا سيخلق استقرارا في اليمن وسيمكن الحكومة اليمنية من القيام بمهامها ومقارعة الانقلاب الحاصل في اليمن. نعم. أما أن تبقى الأمور على ما هي عليه، الإمارات هنا والسعودية هناك والمسؤولون اليمنيون في فنادق الرياض، إلى متى سيستمر؟ نحن الآن نعرف اليمن كأكبر كارثة إنسانية في كوكب الأرض. طيب دكتور، لم يعد الشعب اليمني يتحمل أكثر من ذلك. نعم. طيب دكتور، أعود للدكتور عيدروس النقيب. دكتور عيدروس، في الأيام الماضية بدأ كما تعلم خطاب المجلس الانتقالي متسق ومتوافق تماما مع خطاب الإمارات العربية المتحدة، بل ويدعمها ويدافع عنها. إذن كيف، أو هذه المبررات من وجهة نظرك التي يعني اتخذها المجلس الانتقالي ليكون في هذا الجانب ضد الحكومة الشرعية وضد بلاده؟ أولا يعني اسمح لي أن أعود قليلا لأنبه إلى أن حديث رئيس الوزراء منذ أيام الذي أعلم فيه أن القضية أزمة وعدت وأن الأمور عادت إلى طبيعتها، فأستغرب أن تثار من جديد يعني في هذه الأوقات، في حين الاعتقالات داخل صنعاء والإعدامات الميدانية داخل صنعاء وتهجير الناس من بيوتهم وفرض الأتاوات وفرض الضرائب على الذين لا دخل لديهم داخل صنعاء، وقنواتكم الفضائية مشغولة بسقطرى. طيب يا دكتور عيدروس، نحن نقف عند قضية دكتور عيدروس، القضية لا زالت قائمة. صحيح أن هناك يعني انسحاب للقوات الإماراتية واستبدلت بقوات سعودية، صحيح أن الحكومة صرحت في أن الأزمة انتهت، لكن اليوم وزير الداخلية هناك تصريح لإحدى المجلات الأمريكية يقول بأنه لا يستطيع دخول مطار أو ميناء عدن لأن الإمارات تمنعه من ذلك، لا يستطيع السفر من هذه الأماكن لأن الإمارات هي من تسيطر على هذه الأماكن. ولذلك نتساءل ونعيد بأن أزمة سقطرى لماذا لا تكون هي بداية الحل وإعادة العلاقات وترتيبها بين الحكومة الشرعية والتحالف العربي؟ هناك مجموعة من المراهقين السياسيين الذين يعتقدون أنهم كلما ثرثروا كثيراً وشتموا كثيرا وبالذات الإمارات كلما حظيوا بقبول لدى أطراف سياسية. نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، إذا هو يثرثر بتصريحاته، هذا ما تريد القول؟ هذا ولد نزق أجاء من وزارة الزراعة التي دكتور عيدروس، أنا يعني اسمح لنا في يعني لو سمحت يعني التجريح في الأشخاص لا نريد، اطرح ما تريد بعيدا عن الشخصنة أو تجريح الأشخاص تكرما. النزق ليس شتيمة، النزق هو سلوك معين يقوم به. الراجل تسبب في قتل 30 واحد في يناير الماضي بسبب بيان أصدره يهدد فيه الناس بالمخالب والأنياب. هذا الرجل فشل في وزارة الزراعة فرفعوا إلى نائب رئيس وزراء ووزير داخلية. كل ما يصدر عن هذا الرجل هو صادر عن حالة مرضية لا يمكن التعامل معها بعقلية مسؤولة وسياسية. لأنها لا تتوافق مع توجهكم في المجلس الانتقالي، ولذلك إذن هي يعني تصرفات مجنونة ونزقة. نحن نطالب بمحاكمة بندغر وأحمد الميسري على وجه الخصوص لأنهم كانوا السبب في كارثة 30 يناير. نعم. الماضي، وأدوا إلى إصابة أكثر العشرات من الناس وقتل أكثر من 30 واحد، وهي طيب. مسؤولية لن تسقط بالتقادم، جريمة لن تسقط بالتقادم بالمناسبة. أما موضوع موقف المجلس الانتقالي، نحن قضيتنا واضحة، المجلس الانتقالي هو يعبر عن رأي الشعب الجنوبي فيما يتعلق بالقضية طيب. الجنوبية. بعيدا عن هذه اللغة التي يعني أنت الآن تحاكم وإلى إلى إلى آخره، ما ندري من يحاكم من يعني من هم خارجين عن النظام والقانون ويعني خارج إطار الدولة يحاكمون الدولة، هذا يعني منطق الدكتور عيدروس النقيب. لكن دكتور عيدروس، الكثير يقول بأن الحكومة الشرعية ربما حققت نقطة نجاح وانتصرت على الإمارات بخروج القوات الإماراتية، وبهذا الانتصار للحكومة الشرعية خسر المجلس الانتقالي الذي كان في صف الإمارات. إذن علاقتكم الآن بالحكومة الشرعية كيف ستكون؟ أولا نحن لم نكن في صف الإمارات، ثانيا الإمارات لم تخطر ولم تنتصر الحكومة الشرعية وكأنهم كانوا في حالة حرب. هناك كما قال الناطق الرسمي باسم التحالف العربي، هناك سوء تفاهم تم معالجته بتحويله إلى تفاهم، وكما قال بندغر حضرت العقول وحضرت المسؤوليات وحضرت الروح الأخوية العروبية وانتهت الأزمة. لا توجد المجلس الانتقالي عنده قضية واحدة وهي قضية الجنوب والجنوبيين الذين تحولوا اليوم إلى أعداء عند كثير من أطراف الشرعية، ويجرى اغتيال ويجرى تصفية الجسدية ويجرى زرع الرعب والإرهاب
والخوف داخل عدن وداخل مناطق الجنوب. المجلس الانتقالي هو يحيي الدور الذي قامت به الإمارات الذي لا ينكره إلا جاحد أو موتور. نعم. الإمارات العربية قدمت طيب. أرواح أبنائها في ما يحدث من عدن. ما يحدث في عدن دكتور عيدروس، ما يحدث من عدن في عدن التي هي تحت سيطرة المجلس الانتقالي فعليا وهي المسيطرة بكل أجهزتها العسكرية والميليشيات المسلحة في عدن، والحكومة الشرعية لا تواجد لها وإن كان هناك تواجد رمزي، إذن أنتم المسؤولون في هذه المناطق عن أمنها وعن كل ما يدور فيها. يعني حديث غريب، يعني يزاح محافظ المحافظة وتبقى المحافظة بدون محافظ ويقول لك أنتم المسؤولون، يزاح مسؤول المحافظات ومدراء المحافظات ومدراء الأمن في كثير من المناطق الذين طيب دكتور حتى لا نتشعب في الموضوع كثير، نتمنى أن يظل يعني حديثنا في إطار العلاقة غريب. وتحسينها بين الإمارات الشرعية ومراجعتها، أتمنى أن نبقى في هذه الجزئية. أنت تتحدث بكلام غريب، تقول لي أنه ليس من حق حاكم الذي هم في الشرعية، الشرعية ليس أنبياء يرتكبوا جرائم وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم سواء كان اللي ارتكبها زعيم أو رئيس أو وزير أو مدير أو محافظ أو مواطن عادي. أنت ترى أنه يجب محاكمة فقط كل منه معارض عندما تثبت هذه الجرائم بأنها في المحاكم، عندما تثبت هذه الجرائم. أنا لست هنا الآن بصدد الدفاع عن الحكومة وعن رموزها دكتور عيدروس، ولكن عندما تثبت هذه الجرائم من حق الشعب أن يحاكمها وليس المجلس الانتقالي. اسمح لي أن أعود للدكتور، اسمح لي أن أعود للدكتور أحمد الدبعي. الذي نتصدى بالنار والحديد. نعم طيب دكتور أحمد الدبعي، الآن من وجهة نظرك الآن هذه الأزمة وبعد أن رحلت القوات الإماراتية من جزيرة سقطرة واستبدلت بقوات سعودية وتم احتواء هذه الأزمة، هل ستشهد العلاقة الآن تحسن بين الشرعية والإمارات والتحالف بشكل عام؟ لا أعتقد ذلك إلا إذا كانت هناك نية صادقة لإصلاح العلاقة بين التحالف والحكومة اليمنية، هناك حاجة ملحة لإصلاح هذه العلاقة، بدون ذلك سنستمر في هذا العك طويلا، ستستمر السعودية في استنزاف أموالها في اليمن وستستمر أيضا الإمارات في العك والعبث هناك في اليمن على حساب أبنائها وعلى حساب ثرواتها، بينما أقصر الطرق كما قلت هو أن يدعم التحالف الحكومة اليمنية ويعود الرئيس هادي إلى عدن ليمارس صلاحياته. أنا أستغرب هنا من منطق الدكتور النقيب بقوله بأن الأمن في عدن وما إلى ذلك ثم يحمل الحكومة التي أصلا لم يسمح لها بالعمل في عدن. نحن تابعنا جميعا قبل فترة قبل شهور ما قاله محافظ عدن السابق المفلحي بأنه يريد شراكة، الرجل لم يجد شراكة فيه، وجد أن التحالف وعصاباته هناك في الجنوب التي تحكم عدن، فتحدث للناس على الملأ وقال أنه يريد شراكة ثم أقصي. ثم هناك في عدن مشكلة رئيسية، هناك لا توجد لا سلطة مكتملة للتحالف ولا سلطة مكتملة للحكومة اليمنية. الأمور هو فيها أن من هو السبب؟ من هو السبب في عدم وجود سلطة مكتملة لا للحكومة اليمنية ولا للتحالف؟ يجب أن نتحدث بشكل منطقي الآن، عندما نأتي ونقوم بإنشاء حزيمة أمنية ونقوم بإنشاء معسكرات ونقوم بإنشاء بسجون ونمارس سلطات الدولة كما تفعله الآن الإمارات في عدن بوجود حكومة يمنية، نحن نتحدث عن ثنائية هنا ضد بعضها البعض، وبالتالي المواطن اليمني في عدن هو المتضرر الحقيقي، المواطن اليمني في الجنوب في الشمال هو المتضرر الحقيقي لهذه الثنائية. يجب أن نتحدث، إما كان من البداية أن التحالف يقوم كدور المحتل ويقوم بإدارة المدن، أو أن الحكومة اليمنية هي التي تقوم، وهذا ما نأمله، هي الحكومة اليمنية التي يجب أن تقوم بمهام الأمن وتقوم بمهام تسيير أمور الناس في الجنوب وفي الشمال، لأن بالأخير الحكومة اليمنية هي طلبت اليد العون من التحالف ولم تطلب التحالف أن يدير اليمن، طلبت يد العون عسكريا، لم تطلب من التحالف أن يدير لها المدن والمحافظات وينشي لها حزيمة أمنية في عدن وفي حضرموت وفي سقطرة وهنا وهناك، لأن هذا عبث. طيب. هذا عبث لأي مراقب. طيب دكتور أحمد، كثير من كتبوا واستغربوا يعني لماذا عندما وصلت الإمارات إلى سقطرة تحدثتم عن السيادة، أو تحدث الكثير من اليمنيين والحكومة الشرعية عن السيادة الوطنية بينما هي متواجدة في الساحل الغربي، متواجدة في مأرب، متواجدة في عدن، إذن ما الفرق؟ أنا قلت هذا سابقا في لقاءات تلفزيونية متعددة أنها الأزمة سقطرة هي إحدى تجليات الخلاف الحكومي مع الإمارات. سقطرة ظهرت للساحل بحكم أنها بعيدة وبحكم أنها لها اهتمام دولي،
لاقت اهتماما اكبر مما لاقته مثلا المخا والوازعيه والمناطق الساحل الغربي هناك في الجنوب في تعز مثلا او في عدن. لكن يجب ان ننظر للصوره بشكل متكامل. الصوره تقول ان هناك خللا بنيويا في العلاقه بين التحالف وبين الحكومه اليمنيه، عزز ذلك او اوجد ذلك الخلاف مشاكل متعدده ابتداء من سقطرى حتى المكلا، المطارات، الموانئ، الساحل الغربي، كله من تجليات هذه الخلافات المعقده والمركبه بين التحالف وبين الحكومه اليمنيه. التحالف له رؤيه، الامارات المتحده الان لها رؤيه هي انفصال الجنوب تماما وتسعى لذلك. نحن نتابع ما تقوم به الامارات من جمع الجنوبيين بين الحين والاخر في ابو ظبي وما تقوم به على الارض لتفصل الشعب لتفصل الجنوبيين عن الـ عن الـ عن اليمن عن الجمهوريه اليمنيه. حتى قضيه الانفصال يجب ان تدار بـ 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 في وقت يكون الوطن في وضع سليم، في وضع بحيث حتى الجنوبيين اذا ارادوا الانفصال وما الى ذلك لكن دكتور احمد لكن دكتور احمد التصريحات الرسميه الاماراتيه والسعوديه تؤكد دائما في كل تصريحاتها على وحده اليمن وامنه واستقراره، لم نسمع تصريحا واحد يسعى لتقسيم اليمن او انفصال اليمن. هنا المشكله تكمن، هم يتحدثون على ان لكن الممارسات بالله عليك على الارض، الممارسات الموجوده الان على الارض كيف نقول ان مثلا الامارات المتحده تدعم الوحده اليمنيه وهي التي اوجدت ثقافه طرد الشمالي من من عدن، هي التي اوجدت هذه القضيه من اساسها. طيب، وهي التي قامت بعزل المنطقه الرابعه عن تعز. اذا هناك اجراءات قام بها التحالف، لا اتهم هنا الامارات، السعوديه والامارات يبدو لي قوات المنطقه العسكريه الرابعه دكتور احمد حتى نكون منصفين الان تقاتل في تعز وتحرر المديريات في تعز، وربما تصحت يعني العلاقه مؤخرا وبات الان يعني التقدم واضح وتحرير العديد من المديريات. اسمح لي ان اعود للدكتور عيدروس النقيب. دكتور عيدروس، بات ينظر للمجلس الانتقالي الجنوبي بانه اداه بيد الإمارات وليس صاحب قرار حتى في المحافظات الجنوبية، ما رأيك بهذا الطرح؟ قبل قليل كنت تقول لي أن المجلس الانتقالي هو من يدير عدن وهو عمليا لا أنا يدير قلت عدن. لك بات ينظر بمعنى آخر بأن هناك من يقول وهناك من يقول وأن تقول ما تريد. الأقوال كثيرة يا سيدي الكريم، أنت وضيفك الكريم وكل المشاهدين. القضية الجنوبية عمرها 25 سنة منذ العام 94 عندما تعرض الجنوب للغزو، ربما يعني هدأت الأمور حينا وتصاعدت حينا آخر، لكن المواطنين الجنوبيين لم يتوقفوا عن المطالبة بحقهم التاريخي في استعادة دولتهم، في تحرير أرضهم، وفي التخلص من حالة الاحتلال الذي أنشأته حرب 94. الإمارات لم تدخل إلا في 2015 عندما دخل التحالف العربي، ولم تصنع قضية جنوبية، ولم تصنع حراكا جنوبيا، ولم تصدر ثورات. الإمارات العربية المتحدة جاءت لدعم الشرعية، لكن هناك من لا يرغب في وجود للإمارات العربية المتحدة وسيظل يصنع الأزمات. لو همدت أزمة سقطرى ستنشأ أزمة جديدة. هناك ناشط سياسي إصلاحي قال أن وجود الإمارات أو وجود القوات المنطقة الرابعة في المنطقة طيب. الساحل الغربي هي دكتور مؤامرة عيدروس. إماراتية. دكتور عيدروس، ما تقوله أنت وكأنك تنفي جملة وتفصيلة ما حدث في جزيرة سقطرى من أزمة. إذا كانت هناك ما توجد أزمة، لماذا جاءت لجنة سعودية وظلت أكثر من أسبوع تذهب وتعود حتى وصلوا إلى هذا الحل؟ ولماذا رحلت القوات الإماراتية وبقيت القوات السعودية؟ لأن هناك طرف في السلطة لا يريد للأزمة أن تنتهي ويصر على أنها أزمة وهي ليست أزمة. بالنسبة للإمارات أنا لست مدافعا عنها ولست موظفا لديها ولديها من يتحدث باسمها، لكن أنا أعرف أن وجود القوات الإماراتية هو كان وجود لدعم القوات الحكومية الموجودة هناك ولدعم الشباب السقطريين الذين يريدون أن ينخرطوا في الدفاع عن جزيرتهم في حماية أمنهم و إذا بيان الحكومة دكتور عيدروس، بيان الحكومة الذي قال بأنها تمارس السيادة وهو تعدي واضح على السيادة اليمنية، ماذا تسميه؟ أولا حكاية السيادة اليمنية يجب أن نعرفها تعريفا دقيقا. ما هو التعريف الدقيق؟ دولة تستدعي 12 دولة لمساعدتها على استعادة سيادتها
وتتحدث عن السيادة الوطنية. في ظل شروط وأهداف معلنة مسبقا ومتفق عليها، أنت لا تستدعي أحد وعندما يمارس عمله تقول له يتعدى على السيادة الوطنية. السيادة الوطنية الآن غدا تراجع حتى في القواميس الدولية لإعادة تعريفها في ظل العولمة وفي ظل الوضع الجديد. ناهيك عن اليمن، جاءت تحت قرارات مجلس الأمن ماذا تنص دكتور عيدروس على وحدة وسيادة وأمن واستقرار اليمن، أليس كذلك؟ هذه قرارات الأمم المتحدة التي لا ينفذها إذا أنتم لا تعترفوا بأحد. أحد. لا تعترفوا بأحد. لا تعترفوا بأحد. لا نعترف بالجميع، نحن نريد أحمد الميسري أن يمارس سيادته، هو نائب رئيس وزراء ووزير داخلية فليستمر في عمله. نريد من الأخ علي محسن أن يذهب إلى عدن ويقيم في عدن ويمارس عمله من عدن، ونريد من رئيس حزب الربو منصور هادي، أنا من الذين طالبوا بعودته واستقراره في عدن. لكن يا دكتور يعني عيدروس، هذا اللغة الاستعلائية أو هذا اللغة ممكن يتحدث فيها إنسان غير الدكتور عيدروس النقيب البرلماني اليمني والسياسي اليمني بهذه اللهجة؟ ما هي اللهجة؟ ما هي اللغة الاستعلائية؟ استعلائية أنت تتحدث عن سيادة وطنية. نائب وزير الداخلية يمارس عمله في عدن وبيته في عدن ولا زال يؤدي عمله من عدن، هذا بداية. إذا يمارس السيادة الوطنية، مش يتحدث يهدد المواطنين الجنوبيين ويقتلهم، وعندما يتعلق الأمر بقوات التحالف يتحول إلى نمر على الفاضي. يعني طيب، نحن نريد يوفر الأمن والاستقرار للناس. نريد طيب دكتور أن يحمي أرواح الناس التي تقتل. نعم. نريد أن يدير الحياة الاقتصادية والمعيشية والتمويلية للناس، مش يهدد ويتوعد. أنت تتوعد وتتحدى بالعودة لكي يمارس سلطاتها الشرعية ثم تطلب منه أن يعيد الأمن والاستقرار، منطق ربما سوري. أنا لا أحد لا أتحدى ولا أهدده، أنا أطالب أن يمارس عمله. هل هذا غلط؟ طيب وجهة نظرك دكتور نحترمها. إن أعود للدكتور أحمد الدبعي، دكتور أحمد، بالنظر إلى الدور الإماراتي الذي بات معرقلا واضحا لأداء الحكومة الشرعية في أكثر من مكان، هل يمكن أن ينعكس ذلك أيضا على بقية المناطق الأخرى؟ نعم بكل تأكيد، بس بداية دعني أؤكد على القضية الجنوبية. نعم. المجلس الانتقالي الجنوبي هو منظمة بنته الإمارات لبنة في الجنوب، لا داعي للمغالطة دكتور النقيب، يعني لا داعي للمغالطة بأن المجلس الانتقالي اختارت حتى رجاله هي الإمارات العربية المتحدة. فنحن نتحدث عن طرف خارجي يدعم المجلس الانتقالي للانفصال، وهذا الطرف له رؤية بأن الانفصال سيمكنه من إدارة موانئ الجنوب بشكل أكثر حرية، سيمكنه من الاستيلاء هنا وهناك والاستثمار في الجنوب بشكل أفضل إذا بقيت الجمهورية اليمنية. هذا تصور الإمارات العربية المتحدة. قضية القضية الجنوبية يجب هي قضية عادلة، ويجب أن تبتعد عن نطاق المهاترات الإقليمية والأطماع الإقليمية، لأنها ستضيع القضية. هذه نصيحة لإخواني الجنوبيين. الجنوبيين أقول لهم بأن أقصر الطرق للحصول على حقوقهم هو التحدث المباشر مع الرئيس هادي ومع الذين ذهبوا للحوار الوطني، وليس الحديث مع قرقاش والإمارات المتحدة. أما استمرار الإمارات واستمرار التحالف في العك في اليمن يبدو لي أنه سيستمر إذا لم تتصحح العلاقة الشخصية ما بين التحالف وقيادة التحالف وقيادة الجمهورية اليمنية ممثلة بالرئيس هادي ورئيس الحكومة الذي لا تعترف به الإمارات على فكرة الدكتور بن داغر. قال مسؤولون إماراتيون كثر بأنه لا يعترف هذا الإنسان. نعم. وبالتالي نحن أمام معضلة رئيسية هي قضية مركبة كما قلت ومعقدة، قضية العلاقة بين التحالف والحكومة اليمنية. إذا لم تحتل العلاقة سيستمر العبث وعلى حساب أمن وحياة المواطن اليمني للأسف. هل باعتقادك سنرى موقفا إماراتيا انتقاميا في الأماكن الأخرى من قبل القوات من قبل الإمارات بعد أن خرجت من سقطرى؟ أتمنى أن لا يحدث ذلك. في الأخير نحن أشقاء، الإمارات العربية أشقاء، نحن أشقاء وأؤكد على ذلك. نريد تصحيح العلاقة، لا نريد علاقة عدائية مع الإمارات العربية المتحدة. بالأخير نحن في إقليم واحد، نحتاج الإمارات وهم يحتاجوننا، ولذلك أدعو لعلاقة متزنة سليمة تقوم على الاحترام المتبادل ما بين الحكومة اليمنية وبين التحالف. صحيح أن الحكومة اليمنية الآن في حالة ضعف شديد، لكن الحكومة اليمنية إذا تم تقويتها وعادت إلى الحياة إلى طبيعتها في اليمن، فقوة اليمن هي من قوة الخليج وقوة الجزيرة العربية. نعم. طيب دكتور أحمد، أعود لي في الدقيقتين الأخيرتين للدكتور عيدروس النقيب. دكتور عيدروس النقيب، إذن
أمام المشهد العام في اليمن وأمام هذه الأزمة المعقدة وأمام يكتب الكثير من أبناء الجنوب بأن الوضع الذي يحدث في المحافظة الجنوبية ليس صحي وأن العلاقة مع الإمارات والتحالف ليست صحية ولم تخدم حتى أبناء الجنوب الذين تحررت مناطقهم ومحافظتهم من قبل 3 سنوات، ما هو الرؤية للمجلس الانتقالي في المستقبل للتعامل بجدية في خدمة الناس، إعادة الأمن والاستقرار لهذه المناطق وتصحيح العلاقة مع الشرعية ومع التحالف؟ أنا أعود مرة أخرى وأقول أننا بحاجة إلى تكثيف الجهود وتوحيدها مع هزيمة المشروع الإنقلابي، ومن أجل نحن نعلن أننا مع أخواننا في الشمال في إقامة دولة مدنية تعددية تحترم كل الأعراق وكل المذاهب والمعتقدات، تحترم كل الأطياف السياسية والقبائلية داخل الشمال ولا تستعلي عليهم. لكن قضية الجنوب ستحل في سياق آخر وليس في سياق هزيمة المشروع الإنقلابي أو بقائه. قضية الجنوب يجب أن تحل من خلال إعادة الحق الجنوبي لأبناء الجنوب وهم يقررون مصيرهم بالطريقة التي يرونها مناسبة. بالنسبة للسلطة الشرعية، نحن أعلننا مرارا بأننا نؤيد شرعية الرئيس هادي ونعتبره شريكا لنا في حل القضية الجنوبية ومعالجتها بما يرضي تطلعات الشعب الجنوبي. بالنسبة لقوات التحالف العربي، نحن نحيي الدور الذي تلعبه سواء في الجنوب أو في مناطق التماس في مناطق الشمال، وهذا الدور يجب أن يعالج في إطار اللجنة الثلاثية التي شكلت في 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 مدينة جدة. نعم. التي ينبغي أن تطلع بمعالجة أي سوء تفاهم، وأنا أعتبر أن كل حالات سوء التفاهم التي نشأت بالإضافة إلى أنها تدار من طرف له حساب سياسي تاريخي مع الإمارات هي نتيجة لتضخمة المسؤولية التي تتحملها، ويجب أن تعالج في هذا الإطار وليس في إطار المطالبة بإخراج فلان والمطالبة بعودة فلان. نعم. طيب دكتور علي دروس، أيضا دقيقة أخيرة للدكتور أحمد الدبعي. دكتور أحمد، باعتقادك أيضا تواجد القوات السعودية هل هو فترة زمنية محددة وسترحل من جزيرة سقطرى وتعود المياه إلى مجاريها كما كانت سابقا، أم باعتقادك ستستمر؟ أعتقد ستخرج الجزيرة، جزيرة يمنية، ستخرج هذه القوات السعودية من الجزيرة. لكن دعني أؤكد، أنا أستغرب من طرح الدكتور النقيب الشعب الجنوبي، الشعب الجنوبي، وهنا لي حق أن أقول الشعب الدبعي. إذن أعتقد أن منطق الدكتور النقيب أبتعد كثيرا عن ذلك المنطق الذي كان يتحدث به في البرلمان اليمني، وكان يتحدث ضمن الحزب الوحدوي، الحزب الاشتراكي اليمني. لا أدري ماذا حصل للرجل حقيقة، لا أريد أن أهاجمه شخصيا وأريد أن أحيي على صراحته هذه، لكن القضية أنه يتمنى للشمال أن تكون دولة، وكانوا يتحدثون الآن عن جنوب كوريا في كوريا الجنوبية وأننا لسنا شعب واحد، يتمنى الدولة في الشمال ودولة في الجنوب ودولة في هذا المنطق في هذه الفترة، ثم يقول أننا نريد القضاء على الانقلاب. هذا المنطق الذي يسوقه لنا النقيب الآن هو الذي يعزز الانقلاب في نفوس اليمنيين، هو الذي يعزز الشرخ الاجتماعي في اليمن في هذه الفترة الصعبة من حياة المجتمع اليمني. أشكرك جزيل الشكر الدكتور أحمد الدبعي الباحث والأكاديمي، والشكر أيضا للدكتور علي دروس النقيب المسؤول عن العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقات جديدة من فضاء حر بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم.